فيلم فتحية المرسيدس. فيلم دوت على فكرة كان دمه خفيف جدا جدا، وكنت انا ذات نفسي بقف اتفرج على المشاهد انا مش موجودة فيها، من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده، وكان مع احمد بدير طويل جدا جدا، فكان يقعد يقول له انا يعني كنت عامل ست وهو قصير وهو طويل جدا، كان بيقعدوا يعملوا مشاهد يعني ارتجالي الاثنين، كانت بتبقى حلوه جدا في فيلم فتحية المرسيدس. وكانت المفاجاه في الفيلم كمان ان كان في المطرب الجميل حسن الاسمر، وعملت فيه كام رقصه من احلى الرقصات اللي انا عملتها بجد، كان فيه كام اغنيه كده على فليه ذكريات حلوه في الفيلم ده. والفيلم ده قعد حوالي شهرين في السينما، في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وهيعدي، لكن كان دمه خفيف فعلا، وفي خفه دم وفي استعراض وفي كوميديا وفي تراجيديا، يعني كان في حاجات كتير قوي حلوه جميله بجد. سيد زيان، شوفي بقى هقول لك، يعني مش سيبك من الموقف اللي على المسرح اللي بيني وبينك، حصل ان احنا رحنا الصعيد اسيوط وكنا بنعمل مسرحيه اسمها واحد ليمون وتاني مجنون، وطلعت انا وسيد زيان على المسرح، جمهور الصعيد الجميل يعني بجد جمهور انا ما كنتش متوقع ان هم لسه فاكرين، اول ما طلعت قالوا بيسا بيسا، بصيت كده بيسا دي مسلسل اسمه المال والبنون كان نجح جدا جدا في يعني من 20 سنة تقريبا، يعني من احلى الحاجات اللي معموله في التلفزيون. فين قص؟ راح طلع بقى القص اللي هو سيد زيان، وعملت مشاهد بقى مش المسرحيه باظت يوميها، قعدنا نعمل مشاهد من المسلسل هو اسمه قص وانا بيسا، وقعدنا والله والجمهور كان منشكع، وكل ما نيجي نخش بقى نغير عشان نخش في الموضوع، ومحمد نجم جوه بقى عايز يخش يعمل، يعني مش معقول المسرحيه تبقى المال والبنون. فطبعا كان يوم جميل من مشاهد وفي مشهد تاني كان بيني وبين بقى سيد زين كنا بنعمل مسرحيه ومش عارفه ايه، وكنت لابسه فستان بحمالات، كل يوم الرقابه تيجي تقول لك بحمالات، طب حمالات مفيش حاجه بقى يعني انا رفيعه جدا فما فيهوش حاجه يعني مش عريقي بس هو بحمالات، فبقول للرقابه ما فيهوش حاجه الفستان ومفيش، قال لي بس بيعلق عليه سيد زيان يعني بيقول لك ايه فتله ومش عارفه ايه شايلبته حاجه كده يعني بيعمل ستريس، فقلت له طب قول له بقى، هو قال لي لو قال لي تاني هعمل فيه شكوى، فكل يوم اقول له سيد يا سيد يا سيد والنبي بلاش تعلق وتقول الشايب وفتله وشاي ليبتون وبتاع الحمالات حاجه كده، مش فاكره ايه الافيه كان ايه هو بيقول بصراحه مش فاكره دلوقتي. فبعدين سيد زيان يعني الافيه بياخده ويقوله كل يوم يتخانق، فجاه اتخانقت مع عمر رحت مغيره الفستان لبست فستان تاني فاتخانق بقى، بعد هو بص كده هو بيقول الافيه وانا كنت لابسه مش بفتله ولا حاجه فعشان يبطل اعمله ايه مش عايز يبطل، فطبعا قمت لبست فستان تاني وهو زعل بقى ودخل زعل مني، كانت واحد ليمون والتاني مجنون، هي المسرحيه دي هي دي الوحيده اللي اشتغلتها معاه على فكره، فاتخانق بقى معايا وزعل مني وكان اكشن وبتاع وكده، وقلت له طيب انا هعمل ايه، طب هو كل يوم بتاع رقابه يجي يقول لي الفستان ابو حمالات، اقول له حمالات ما فيهوش اي حاجه يعني حملاته فعلا كان هي 55 كيلو يعني ما فيهاش حاجه، فهو بيقول لي السيد زين بيعلق بيقول لك الشايف او فتله ومش حاجات كده يعني، بس وتصالحنا بقى بعد كده مفيش مشكله.